البداية من مباريات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث استعاد أبها نغمة الانتصارات بعدما حقق الفوز على الفتح بهدفين لهدف. فبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها إلى 28 نقطة ليتقدم لمركز 11 مؤقتا، وبقي الفتح على رصيده السابق ب 25 نقطة ليتراجع للمركز 14. وخلونا نشوف الأهداف. وهكذا يؤكدها سعد بالرأس، يؤكدها سعد بالرأس وينشر السعادة في كل مكان. شوف كارلوس والقوة يا جبار، بيمرر كويفا، بيمرر لعيب لعيب يا كويفا، الهدف بأقدام ميشيل تفريدي، لكن برؤية جمالية وإبداع كريستيان كويفا. وعلى استاد مدينة الملك سعود في الباحة أوقف العين متذيل الترتيب انطلاق الضيفه الفيصلي بعد التعادل في المباراة بهدف لهدف. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 30 نقطة ليتقدم للمركز السادس مؤقتا، وارتفع رصيد العين إلى 16 نقطة ليبقى في المركز الأخير. خطيرة، الله، قريبة من الخطورة، ماركوس كليرمي سدد كرة، الله، هو تحدي أهداف أم ماذا؟ هي تحديات الجمال. واصل نادي النصر مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله للمرة الثانية تواليا أمام مستضيف الاتفاق بهدف لهدف أيضا. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 31 نقطة ليتراجع للمركز السابع وبفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثامن. وبعد ذلك الخسارة من أمام القادسية، والكرة تصل وليد الزارو، جول، ينقل كرة إلى بيتي مارتينيز، بيتي بيتي بيتي، كرة عرضية براس، نجا نادي الشباب من خسارة محققة أمام ضيفه القادسية بعد التعادل في المباراة بهدف لهدف في الوقت القاتل. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 45 نقطة ليبقى في الصدارة بفارق 3 نقاط عن وصيفه الهلال، وارتفع رصيد القادسية إلى 30 نقطة ليتراجع للمركز التاسع. بيعليها متعب وبالراس تتحضر العبار، الله، ومن حقق نادي الهلال 3 نقاط ثمينة بعد فوزه الصعب أمام ضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 42 نقطة ليبقى في المركز الثاني، وبقي الرائد على رصيده السابق ب 25 نقطة ليبقى في المركز الثالث عشر. راس الكرة لجابر، بوجبا ضغط عالي من ياسر الشهراني، خطف، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله، كريم البركاوي، عبد الله المعيوف، البركاوي المعيوف، البركاوي، نعم نعم للرائد، الكرة ثابتة والمحاولة اللي على تنفيذها سالم الدوسري، سالم يلعب الكرة العرضية مباشرة باتجاه المرمى، أنعش نادي الاتحاد حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، وذلك بعد فوزه أمام ضيفه الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 38 نقطة ليبقى في المركز الثالث وبفارق 7 نقاط عن المتصدر نادي الشباب. وبقي الوحدة على رصيده السابق ب 27 نقطة ليتراجع للمركز الثاني عشر. باتجاه رومارينيو، روما، رومارينيو، وركلة جزاء للاتحاد، رومارينيو يأخذ الإذن للتنفيذ، رومارينيو يرسل كرة، الله، التمريرة ملعوبة واصلة على الجهات اليسار للمولد، المولد حاول فيها، فادي حاول، الله يا فهد، الله يا مولد، بريو، الله، خلصها رومارينيو، الوحدة، الوحدة عند محاولة في الجهات اليسار، كرة واصلة في منطقة الجزاء ومحاولة، هدف أول في صالح الوحدة، إرناني يصل بالكرة إلى منطقة الجزاء، حجازي يبعدها وكرة تعانق الشباك، الوحدة صار قريب من التعادل.
في الأوقات الأخيرة والكرة ملعوبة إلى رومارينيو. رومارينيو هذه وقفة تذكيرية لمباراة اليوم الوحيدة في الدوري السعودي.